عدنا لحضراتكم مرة أخرى. ضيفي الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول ونائب رئيس جامعة فارس. دكتور رمضان، اتكلمنا عن الاكتشافات البترولية، أهميتها، الشركات اللي جاية، مناطق الامتياز المختلفة، أخبار التنقيب على الأرض البري الانشور، إيه في مصر؟ هو في الصحراء الغربية الحقيقة تحققت بعض الاكتشافات، ولكن الحقيقة ما كانتش بكميات يعني مؤثرة، لأن زي ما قلت حضرتك المؤثر هو أن أكتشف كمية من أو خزان بترولي به كمية كبيرة يزيد الاحتياطي. احنا عارفين الاحتياطي عندنا حوالي 3.6 مليار برميل، 3.6 مليار برميل. ده البترول، ده الزيت، اللي هو البترول. معلش، بيبقى في غاز مصاحب طبعا، لكن انا بتكلم على الزيت الخام لانه ده ليه استخداماته والغاز له استخداماته. بالظبط، يعني زي ما سيادة الوزير قال انه لما انا توقفت عن استيراد البوتاجاز ده وفر لي 20 مليار جنيه لانه كنت بستورد غاز بوتاجاز من الخارج. فاكتشافات الغاز الطبيعي ساعدتني في ان انا اوفر 20 مليار جنيه سنويا، دي مبالغ ضخمه جدا. طبعا السيارات وتوطين صناعه السيارات في مصر، يعني انا بعمل وإن حاجه انا بقلبه بالغاز شويه، بمشي بالغاز وبعمل حوافز للي يحول سيارته للغاز لان ده هيوفر لي برضه مبالغ ضخمه. أنا بقول الكلام دليل انه لو انا توقفت وما زادش الاحتياطي من الغاز الطبيعي عمره 13 سنة، لانه احنا لو بنستهلك على سبيل المثال 750 الف برميل يوميا، يعني في السنة نقول حوالي يعني ما يقارب من 1.2 او 2، هنقسم ال 3.6 على هيطلع حوالي 13 سنة. انا بس الارقام 13 سنة غاز، لا زيت، زيت لا الغاز اكتر، الغاز يعني معنا 35 سنة تقريبا يعني لكن ان شاء الله تتحقق اكتشافات، لان الاكتشافات بتعمل لي حاجتين، الانتاج ده بيعوض اللي تم استهلاكه وممكن زيادة الاحتياطي الاستراتيجي. يعني ال 200 مليون برميل اللي اعلنت عنهم الشركه الاماراتيه يعني كويس، يعني طبعا يعني حاجه يعني كويسه يعني جدا. لان هم قالوا ده مبدئيا كده، ما هو ده البروميسنج، بقت المنطقه بروميسنج، عشان كده انا سعيد وعارف ده معناه ايه وتاثيره على الشركات العالميه. هيبدا يجي الكل يقول لك انا عايز اخش هنا، عايز ادخل هنا.